روح مباشرة إلى ماذا يدور. الكابتن طلعت يوسف بالأمس اتكلم معانا وتكلمنا معاه في ماذا تصنع الأندية. هي ورطة حقيقية. النهاردة الورطة زادت بعد أن تم تأجيل كأس العالم للأندية في الصين سنة، وبعد أن تم تأجيل بطولة أوروبا سنة، وبعد أن تم تأجيل كوبا أمريكا سنة. النهاردة هذه التأجيلات الكبيرة اللي حصلت في العالم ودعوة إفلانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لاجتماع اليوم الأربعاء عاجل لتأجيل كأس العالم للأندية كمان اللي هي في الصين، كله ده خلانا نخش في آتون احتمالات الإلغاء تعلو في كل العالم وليس في مصر. في إنجلترا يفكرون كيف يكون الإلغاء، وهل ليفربول سيكون بطلا أم سيلغى الموسم، وكيف يكون الهبوط وكيف يكون الصعود. هكذا في إيطاليا، في ألمانيا، في فرنسا، الدول اللي عندها بنية أساسية أكتر بكتير مننا. إحنا في مصر بلا رؤية. يعني دايما احب لما استضيف صديقي وضيفي المهم الكبير احد اساطير مصر العظام اقول له لفظ انجلش فيقعد يضحك بصفة ان انا امي. ما فيش فيجن حلو هتعجبه. ما فيش رؤية. الاسطورة الكبير كابتن حلمي طولان احد اهم خبراء. دعك من ان حلمي قولان مديرا فنيا، انا اعتبر ان حلمي قولان اكبر من كونه مدير فني. انا بعتبر ان حلمي قولان مدير فني لانه مش قادر يسيب النجيله الخضراء، لكن انا في تصوري دائما ان حلمي قولان مخطط خبير بروفيسور حاجه تعمل حاجه لبكره. ولكن ساعات كده تلاقي اللي زي الكابتن حلمي والكابتن حسن شحاته يقول لك انت لو بدالي هتعرف مدى عشق النجيله الخضراء. الخط ده بالنسبه لي حياه، الورقه والقلم بالنسبه لي موت. هذا هو الفيصل. لكن ارى حلمي في مكان كبير جدا 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 جدا، والدنيا بتقفل في العالم في كره القدم ونحن بلا رؤيه. كان لابد ان نستضيف النجم الكبير الصديق العزيز احد اهم الاسماء الموجوده على الساحه مصريا وعربيا في هذه الايام في مجال كره القدم، كابتن حلمي طولان. كابتن حلمي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا أستاذ عبد الناصر، وحشنا كتير جدا. بقيت بتسافر كتير والسعودية والإمارات وبنتابع. بهرب من الأحكام يا كابتن. ليه؟ ما أنت بسم الله ما شاء الله هو تمن براءات مرة واحدة، حاجة جميلة جدا. الحمد لله. يعني أنا بشكرك طبعا على المقدمة الكبيرة جدا. دي حقك يا كابتن. التي لا أستحقها. لا حقك يا كابتن، حقك ونص. ربنا يخليك أصلا. الله يخليك حبيبي. كابتن، يعني النهاردة تأجيل بطولة الأمم الأوروبية، تأجيل كوبا أمريكا، دعوة رئيس الاتحاد الدولي لاجتماع طارئ خلال ساعات لتأجيل وترحيل كأس العالم للأندية سنة، الإيقافات من كل جانب، ولكن وهم بيعملوا كده بيمسكوا ببصيص الأمل. يعني بيلغوا بطولة أوروبا ويقول لك متمسكين ببصيص أمل استكمال دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي، ولكن سندرس الطريقة. يعني أنا بس بقول لك الحاجة اللي أنت بتحبها، سندرس طريقة الاستكمال في ألمانيا. في حالة الإلغاء عندنا خطة، في حالة الاستمرار عندنا خطة. فرنسا، إيطاليا اللي هي تاني بلد موبوءة في العالم بعد الصين، الكل بيتكلم في رؤى، سواء تأجيل أو سواء إلغاء، كله عنده فكر وعنده رؤية. وانت مدير فني الفريق إنبي ومن قبل كده خبير كبير، ترى أن كرة القدم في مصر لديها رؤية لمواجهة وباء الكورونا في حالة الاستمرار هنعمل ايه او الالغاء هيتم ايه؟ لا طبعا انا مش شايف الكلام ده خالص. انا كنت اتمنى ان المسؤولين عن الكورة في مصر يحذوا حذو الدولة وحذو الحكومة اللي بتدير الازمة بشكل احترافي على اعلى مستوى. صح. الحقيقة يعني انا متفاجئ بالتطور الرهيب
في إدارة الأزمات اللي بتقوم به الدولة وبتقوم به الحكومة حاجة أكثر من رائعة. لكن يا أستاذ عبد الناصر إحنا مش قادرين نواكب الدولة في هذه الإدارة، مش قادرين يبقى عندنا الوعي والإدراك اللي عند الدولة وعند الحكومة في إدارة هذه الأزمة كشعب أولا، لأن إحنا مستهترين جدا في تناولنا للأمور اللي حصلة في كل العالم، واخدين الأمور بمنتهى البساطة، والعالم في ناس كثيرة جدا بتموت حوالينا، والناس بتاخد إجراءات قوية جدا لحماية الناس، وإحنا للأسف إحنا كشعب للأسف واخدين الأمور بمنتهى البساطة. يعني أنا لسه شايف فيديو لبعض الفنانات الكورونا ايه ده، احنا بناكل الفسيخ والبصل، ده احنا مش عارف ايه ده احنا. لا يا جماعه الامور ما بتتاخدش كده، ده فيها عمليه الاستهتار ده لا 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 غير مقبول بالمره. انا النهارده يعني لسه ابني بيقول لي كان نازل يشتري حاجات من الشيخ زايد، قال لقيت ميكروباص مزدحم جدا والناس فوق بعض، ما زالت الناس بتركب الميكروباصات ومزدحم جدا والناس ولا مؤثرين للشبابيك ولا في حاجة. دي في منطقة الخطورة تبقى الدولة عاملة الإجراءات دي وبتحافظ علينا وإحنا مش قادرين نحافظ على نفسنا. صح صعب جدا. كمان اتحاد الكورة، أعتقد اتحاد الكورة برضو ما عندوش القدرة على 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 على, على التفكير المسبق وعلى المغرى البعيدة للأمور، وبينتظر أولا وأخيرا الدولة هتقول إيه واخد بال حضرتك في هذا الإجراء، لكن ما فيش أي تصور. إحنا ما شفناش اتحاد الكرة مثلا عمل اجتماع عشان يدرس بدائل إيه، هيدرس طيب لو الدولة رجع المسابقة هتستمر إزاي، هيبقى الجدول عامل إزاي، طب لو اتلغت المسابقة ايه اللي هيحصل، ايه الاجراءات اللي هنعملها. احنا ما شفناش هذا الكلام. يعني الدوله بتدينا مثل كبير جدا جدا على اداره الازمه، على كيفيه اداره الازمه، لكن احنا للاسف كلجنه بتدير الكره في مصر ولا ليها اي تحرك، ما هي الا بتنتظر التعليمات فقط لا غير، ما فيش عمليه ابداع، ما فيش عمليه تطور، ما فيش عمليه نظرة مستقبلية للي ممكن يحصل، مفيش تطور واضح جدا لاتحاد الكرة أو من يدير اتحاد الكرة في هذا الشأن. يعني عملية غريبة جدا يا أستاذ عبد الناصر بصراحة. يعني طب كابتن كيف تتعامل أنت في إنبي؟ يعني أعتقد أن كل الأوراق اتلخبطت، لأن ده بيحتاج مني السؤالين، لو رجع الدولي 1-4 يعني الرجوع للمباريات ولا يعني تحديد فترة زمنية لرجوع لعب المباريات، وازاي تعاملت مع فترة التوقف؟ اولا ضروري نتكلم في شقين. تفضل. الشق الاول فترة الراحة 15 يوم بتفقد فيها قد ايه من المخزون البدني والفني. واخد بال حضرتك ده مهم جدا. ال 15 يوم دول بتقضيني على الأقل 35% من المخزون البدني والفني لدى اللاعبين. تمام. اتكلم بقى بأسلوب علمي أخبر حضرتك، عشان أرجع ال 35% اللي أنا فقدتهم مش أقل من 3-4 أسابيع تدريب متصل، برنامج تدريبي متصل. أخبر حضرتك لأن عشان أرجع ال 35% دول ضروري أعمل دفعة حمل على الأقل لمدة 15 يوم، ألعب 3 مباريات في 15 يوم عشان أدخل على المسابقة وأنا مستريح. يعني أنا محتاج على الأقل بعد إعلان عودة الدوري إلى شهر إلى 21 يوم من 3-4 أسابيع يا أستاذ عبد الناصر. أخبر حضرتك ده هل ده يبقى مسموح ولا هنشتغل بعشوائية شديدة زي ما كنا هنلعب مثلا يوم 11 ويوم 14 كل يومين ماتش، وده مش في ولا في عالم التدريب ولا في عالم الكوره مطلقا
ما شفناش كل يومين ماتش. هو كل تلات ايام بيبقى عندك يوم استشفاء وتلعب في اليوم الرابع، معقوله؟ لكن لا اليوم الرابع مقبول مقبول، لكن 48 ساعه ده انا ما خدتش حياتي. هيقول لك اوروبا، اوروبا ما بتعملش كده خالص. اوروبا الدوري اسبوعيا والجدول معروف من اول يوم لاخر يوم، عشان كده في ارتفاع في المستوى، لان المدرب بيخطط يحط دوره الحمل بتاعته، يحط مستوى الاحمر الحبل بتاعه، ويقدر يعمل ارتفاع في المستوى من خلال البرنامج المنتظم. لكن البرنامج اللي بيتحط على الكيف، وعشان النادي الفلاني قال لي اجل اروح ماجل، واحنا بعتين في انبي اربع خطابات للجنه، محدش عبرنا برد، محدش عبرنا بكلمه، محدش عبرنا انه يرد على جواب من بتوعنا اللي احنا بعتينه اعتراضا على ال 48 ساعة دول يا أستاذ عبد النصر. وده شيء عجيب الشكل، ده أنا شيء ما شفتوش في حياتي. الناس بتستهتر بالأندية، والناس يعني ولا بتعبر بالأندية، حاجة غريبة الشكل بالظبط. زي ما حصل مع المقاولين وأسوان. جبت المقاولين يلعب الزمالك ورجعت اسوان من الطريق، لا احترمت اسوان ولا احترمت المقاولين. نفس الوضع بيحصل مع انبي، هو لا يحترم سوى الاهلي والزمالك والجماهير والشعبيه. بس هو كده، يوم ما النادي الاهلي طلع قال لك انه بيعترض على تاجيل الماتشات للزمالك، لا لازم ياجل تاجيل الدوري، لازم ياجل على طول، على طول ماجل، خوف ورعب وانكسار امام الانديه الكبيره. وبعدين يا اخي طب ما الاهلي والزمالك لهم صوت، احنا بنديهم صوت كمان، يعني ما اعمل حسابك يعني، واخد بال حضرتك ولا لا؟ عشان انتم مش هتدخلوا الانتخابات. لا، المفروض الانديه لا، كل الاحترام، ولما ابعت لك جواب ترد عليا وتقول لي اسبابك ايه، وانا بقول لك اسبابي إيه. زي ما بترد على الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري والاتحاد في ساعات معدوده، لانك خايف من جماهيرهم. احترم الباقي، لانه الباقي ليه قيمه اعتباريه كبيره. بالظبط كده، بالظبط كده يا استاذ عبد الناصر. يعني الانديه المفروض تعامل معامله واحده، ما تتجاهلش انديه. لا يا دودي الكابتن حلمي لا يقارن انبي بالاهلي او الزمالك، عشان بس ما حدش يفهم غلط. الكابتن حلمي بيتكلم في اسلوب اداره لابد ان يحترم كل من هو في المسابقه. الاهلي مش القصه اهلي ولا زمالك. النهارده انت بتدير مسابقه من 18 فريق، لما يجي يقول لك خطر عليا لاعب الاهلي وخطر ان الاهلي يلعبني لان ما خدش نفسه، لازم تاجل الماتش، ما تعبروش لغايه ما تحصل كارثه. لا ده انا هقول لحضرتك على حاجه كمان يا استاذ عبد الناصر. يعني المفروض في العالم كله انت بتلعب بترتيب الدور الاول. صح. يعني انا لعبت بيراميدز في الدور الاول كاول ماتش في المسابقه. يبقى ضروري تبدا الدور الثاني بايه؟ بيراميدز. ما تبدأنيش بالجيش عشان الجيش هو اللي طلب كده. بس عشان بس الناس تفهم ان الكابتن حلمي عنده الدنيا خربانه، مش اهلي وزمالك يعني. لا خالص. يعني هو يعني هم كانوا مقدمين لك ماتش الطلائع قبل ماتش بيراميدز؟ ايوه، بناء على طلب من الطلائع. يا وانا للاسف عرفت الكلام ده وانا هناك في نادي الطلائع وانا بلعب الماتش، ان هم اللي طلبوا انهم يلعبوا الماتش بتاعنا عشان يبقى على ارضهم وما يلعبوش بره ارضهم مع المقاولين اول ماتش. مدى الاستهتار ومدى يعني انا بستغرب، يعني الناس بتجيب ازاي؟ يعني انا مش فاهم. والاهلي لاعب يوم 11 وهيلعب يوم 14، وانا هلعب يوم 11 وهلاعب الاهلي يوم 14، ليه؟ عشان ايه؟ ايه السبب ان احنا نلعب كل يومين؟ واخد بال حضرتك؟ ايه السبب يعني؟ طب كابتن بكل امانه، ترى ان احنا ذاهبين الى الالغاء ام الى الاستئناف؟ والله انا اتمنى ان احنا ما نلغيش، يعني اتمنى، لكن بعد ما نطمئن على احوالنا واحوال البلد وتستقر الامور الصحيه في البلد ابدا. ما ابداش ليه؟ واخد بال حضرتك؟ انا اتمنى ده، لكن ما فيش وضوح رؤية يا أستاذ عبد الناصر. ما فيش حد بيطلع يقول إيه البدائل لو كذا هيحصل إيه،
ولو كده هيحصل. لا هو حتى الدكتور جمال، الدكتور جمال محمد علي لما طلع مع الكابتن شوبير اول امبارح اتكلم كلام ما حدش فهم منه اي حاجه، يعني قال لك لو لغينا مش عارف مين البطل ومين هيصعد ومين هيطلع ومين هينزل وما حدش فهم اي حاجه، وفي الاخر كلمنا لجنه المسابقات قال لك دي رؤيه شخصيه للدكتور جمال. ايوه طب ما تطلعوا تجتمعوا كده كلجنه وتقولوا لنا ايه تطوركم للمرحله القادمه، وايه تطوركم لو الدوري عاد وخلاص فك الحظر في 1/4 هتدوا للانديه قد ايه عشان واحد. خلي بالك كل المدربين صوتهم زيك، قال لك الفترة لا تقل عن 15 وصولا إلى 21 يوم، وال 15 مغامرة. أنا بقول لك من 3 أسابيع لأربع أسابيع. العلم بيقول كده. لأن أنا بفقد لا يقل عن 35% من مستواي ومن مخزوني. عشان أرجع الكلام ده محتاج أعمل إعداد آخر وأعمل مباريات ودية عشان اقدر ادخل الدوري بشكل كويس. اتمنى والله مكالمتك دي مهمه جدا، اتمنى ان يكونوا سمعوها لان فيها حلول لحاجات كتيره جدا يا كابتن. يعني ولا حد هيسمع. لا 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 خلينا يا كابتن بعد اذنك، انت قيمه كبيره، خلينا نوجه نداء. لا بيكلموني وبيعاتبوني وبيقولوا لي انت هجمتنا في لايف امبارح واول امبارح بيسمعوا يا كابتن. خلينا نقول اقتراح من الكابتن حلمي وهو قيمه كبيره، الجلوس مع المديرين الفنيين لأندية الدوري الممتاز لوضع رؤية مكونة من 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 شقين في حالة الاستمرار، ما الذي يحتاجه المديرين الفنيين، وفي حالة الإلغاء إلا عايزوا اتحاد الكرة منهم. يعني خلي بالك بص يا كابتن في حالة اتفضل يا كابتن. حتى يا استاذ عبد الناصر بلاش الاجتماعات عشان المرض اللي ماشي وبتاع، اعمل مكالمة جماعية تجيب ال 18. خد رأي الناس، كلم الناس كلها وخد رأيهم، شوف وجهة نظرهم ايه لو رجع الدوري. احنا محتاجين بعد 1/4 احنا محتاجين قد ايه فترة عشان نرجع تاني نقدر. حلوة حلوة، أنا سأتبنى هذا الاقتراح يا كابتن. خلي بالك الموضوع من شقين، هو هيحتاج أنت تقول له ايه اللي انت عايزه في حالة الاستئناف، وهو محتاج انت تقول له هو يقول لك ايه لو الغى. ليه؟ لانك انت نفترض الغى، طب هيرجع في 8 ولا هيرجع في 9؟ ايوه بالظبط كده. وبعدين برضو عشان لما يقول لي لو احنا كملنا هيخلص شهر كذا. بالظبط بالظبط. محتاجين فترة راحة قد ايه، ومحتاجين فترة اعداد قد ايه عشان نبدا الموسم بشكل كويس، وتبقى اللعيبه واخده حقها في الاعداد واخده راحتها في الاعداد عشان ما يبقاش فيه اصابات من اول الموسم. خلاص انا ساتبنى هذا الاقتراح واجيب لك عليه رد من الاستاذ عمرو الجنايني شخصيا خلال 24 ساعه بكره على طول. طيب انا بس عايزك تقول للاستاذ عمرو الجنايني احترموا الانديه. حاضر. الانديه بتحترمكم وبتقدم لكم خطابات وتساؤلات المفروض تحترموها، ما تتجاهلوش الانديه. حاضر يا كابتن. الانديه دي كلها بتساهم بشكل او باخر في منتخبات مصر، والانديه دي هي اللي بتنتخب اعضاء الجماعه اعضاء مجلس الاداره بتاع الاتحاد. انا اوصل له هذا الكلام ان شاء الله. اوصل له هذا الكلام. كابتن نروح لبعض اسئلة المتابعين وكلهم بيحيوك، والاف معانا كلهم يعني كلهم يعطوك قدرك ومكانتك المحترمة بصراحة، يعني اهلاوية وزملكاوية، يعني لان الاهلاوية بيقول لك لا ننسى ابدا ان حلمي حبيب الخطيب والخطيب حبيب حلمي، فدي ده في الشك ده اخويا راجل محترم ورئيس نادي عريق وكبير، والخطيب طول عمره تاريخه مشرف كلاعب كإداري كعضو مجلس إدارة كنائب رئيس نادي حاجة مشرفة لمصر مش للنادي الأهلي بس. طيب كابتن نروح لأول سؤال، أسامة جلال هل اقترب بالفعل من الاتفاق ما بين الأهلي وإنبي؟ والله أبدا إلى الآن لم يحدث أي كلام من النادي الأهلي في أسامة جلال بشكل. أنا على فكرة يعني انا على اتصال مستمر بابني العزيز سيد عبد الحفيظ،
باستمرار يعني، لكن ما اتكلمش معايا في هذا الموضوع يعني. خلي بالك يا كابتن انك انت ليك سابقة في هذا الموضوع، انك انت عندما طلب منك أسامة جلال النصيحة نصحته بالأهلي علانية يعني. لا يعني انا يعني انا مش من حقي يا استاذ عبد الناصر ان انا اوجه لعيب، انا اللاعب هو اللي بيختار، وانا طبعا الزمالك ما دخلش طرف خالص في أسامة نبيه، أسامة جلال مطلقا، ولم يعرض من نادي الزمالك اي كلام بخصوص أسامة جلال. لكن طبعا انا مش من حقي ان انا اوجه اللاعب، اللاعب هو اللي بيختار، اللاعب هو اللي بيبقى مستريح لمكان اكتر من مكان، لكن في الاول وفي الاخر برضه استاذ عبد الناصر نادي الزمالك ده بيتي، صح؟ الزمالك ده انا بنتمي اليه. ولكن انت دلوقتي بتؤكد ان الزمالك لم يتحدث بالمره عن اسامه جلال خالص مطلقا يعني. يقول الكلام الذي تم تناوله في الاعلام بعيدا عن الشكل الرسمي كان اهلي، ما انما ما حدش كان، لكن الاهلي ده كان يعني انا سمعت وكان لسه هو في المنتخب، ما كنتش لسه دي حقيقه اتعاملت مع اسامه يعني. أنا كنت حاضر يا كابتن في النادي أول جلسة بينك ما بين أسامة جلال وأشهد على صحة هذا الكلام. أيوة. أنت قلت له في ضوء العروض اللي موجودة الأهلي الأفضل، والزمالك لم يكن طرفا في الموضوع نهائيا. الزمالك لم يدخل في هذه المفاوضات ولم يدخل أسامة جلال خالص. طيب يعني عندك أحد الطيور المهاجرة المعارة للنادي الأهلي وأنت فرقت جدا 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 في مستواه، يا ترى بتتكلم مع الجهاز مع الكابتن سير عبد الحفيظ عن شريف ومستواه وممكن يرجع الأهلي، ولا أنت متمسك بيه؟ ولا الكلام ده سابق لأوانه؟ يمكن الكابتن سيد كلمني وقال لي المدير الفني للنادي الأهلي مبسوط جدا بشريف وسعيد بمستواه، وحتى الكلمه المعروضه بتاعته انت عملت معاه ايه يعني عشان يبقى في المستوى دي حقيقه دي حقيقه يعني. بس فقال لي الراجل مهتم بيه والراجل بيسال دايما والراجل مبسوط من ادائه. فعلا يعني سيد على طول بيكلمني في هذا الموضوع. وطبعا انا اتمنى ان شريف يكمل معانا، اتمنى ان هو يجدد التعاقد بتاعه لو النادي الاهلي مش بحاجه ليه في بدايه الموسم القادم، اتمنى ان هو يستمر معايا محمد شريف يعني. طيب كابتن انا زي بعضه في بعض الاسئله الناس بتحبك ولازم اسالها لك. سر كراهيه مرتضى منصور للكابتن حلمي جاي لك من 50 واحد، يعني حد بيقول لك الكابتن حلمي رمز من رموز الزمالك وساهم في بطولات زملكاويه كتيره ولا ينكر قيمته الا جاحد، لماذا كراهيه مرتضى منصور للكابتن حلمي؟ ان انا ما حدش له دراع، ما حدش بيه دراع ولا حد ولا على راسي بطحه يعني، ولا حد ولا تابع لحد، وانا دماغي قراري وتصرفي من دماغي ولا اتبع لاحد، وحر في تصرفي في كل ارائي، انا حر تماما يعني. وزملكاوي اصيل ده ولا حد يقدر ينكر ده يعني. خلي بالك انت ليك تصريح شهير معايا، دمي بيجري جوايا باللون الابيض. طبعا طبعا، امال ايه؟ طبعا ولا حد يقدر يقول كلمه بده، ولا حد متسلق ولا ناطق بباراشوت يقدر يفتح بقه بحاجه زيه. طبعا زملكاوي غصب عن اي حد يعني. طيب هل انت بالفعل عينك على احمد الشيخ أو بعض اللاعبين في الأهلي في حديثك مع الكابتن سيد بشكل ودي أو مع الأهلاوية بشكل ودي، إنك أنت في حالة إنهم لو طالعين إعارة أنت ترحب بهم في إنبي أو طلبت حد بعينه من الأهلي؟ أنا أعلم جيدا أن الكابتن محمود الخطيب بدي تعليمات إن أي حد هيطلع النادي الأهلي يعرض على حلم طلعه. دي حقيقة كابتن، دي حقيقة دي حقيقة. قال لي الكابتن، قال لي الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي عايزه الكابتن حلمي أوامر. ايوه انا ده شيء انا بعتز بيه جدا من اخ وصديق عزيز جدا، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامة ويديله الصحة، الاخ محمود الخطيب. انا سعيد جدا بهذا الكلام، وده يسعدني ويشرفني ان ده يبقى رأيهم فيا يعني الحقيقة يعني، وموقفهم. عمار حمدي كان طلب شخصي منك. طبعا عمار حمدي كان طلب شخصي مني،
لكن هناك امور يعني اخرى دون الخوض فيها هي اللي ساعدت ان عمار يروح نادي طلائع الجيش. وهم يعني اي حد واي مكان بينتمي او يتبع المؤسسه العسكريه له الاولويه. طبعا طبعا طبعا. طب كابتن يعني فكرة صالح جمعة في إنبي الكابتن حلمي بنفسه هو من رفضها، صحة هذا الكلام؟ لا طبعا أنا ما حصلش الكلام ده خالص. وصالح جمعة لعيب رائع ولعيب هايل جدا، لكن أنا ما لم يعرض علي صالح ولم أطلب صالح حقيقة يعني. يعني الكلام اللي تم تداوله في هذا الشق بعيد عن الواقع. لا 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 خالص خالص، كل لاعيبة مصر لهم كل الاحترام من كابتن عبد الناصر. دي حقيقة كابتن، هما بيعاملوك كأخ كبير وحد بيستفيدوا منه يعني. انا شفت بنفسي يا كابتن الروح، ولذلك وانت بتتكلم انا بقول ايه اكتر واحد يتكلم يرجع الدوري ازاي الكابتن حلمي، لانك انت مسكت فرقه انبي كانت منهاره بدنيا عشان توصلها للي كانت عليه لغايه مباراه بيراميدز او لغايه مباراه المقاولين اللي انت فزت فيها او حتى لغايه اخر مباراه ليك قبل التوقف. انت بذلت جهد جبار جدا. الحمد لله مش لوحدي والله يا استاذ عبد الناصر، انا معايا اداره وجو يساعد على النجاح وتربه خصبه للنجاح، معايا جهاز فني على مستوى عالي جدا وجهاز اداري بقياده عبد الناصر محمد، ومعايا لعيبه الحقيقه يعني بيبذلوا اقصى ما في وسعهم. يمكن انا بقص شويه عليهم في التدريبات في التعامل في الانضباط في الكلام ده، لكن الحقيقه خصوصا رامي صبري اللي ببلغك انك انت توصل له تحيه خاصه مني. يعني انا خلي بالك صدمت، وعايز اقول للساده المشاهدين رامي صبري قصه في الادب والاخلاق والرقي عكس شراسته في الملعب تماما. لا رامي كابتن بحق وحقيقي، دي حقيقه لا غنى عنه في اي وقت، ولد خلوق ومحترم ولاعب رائع. دي حقيقة دي حقيقة. وكابتن حقيقي لفريق نادي انبي، وانا بعتبره احد افراد الجهاز الفني معايا في الملعب يعني الحقيقة يعني. طيب انت طلبت علي لطفي يا كابتن؟ والله ده يعني كان مطلب في شهر واحد يعني، لكن للاسف انا الاماكن بتاعتي كانت محدودة جدا يا استاذ عبد الناصر. أماكن محدودة جدا، فكان في بدائل تانية، وخصوصا إن محمود جاد يعني حارس مرمى موهوب. دي حقيقة دي حقيقة، وعيلي معاك كمان. صغير السن وولد يعني ربنا يوفقه وربنا يكرمه، وبسم الله ما شاء الله عليه يعني، أنا بعتبره من الحراس المميزين جدا في الدوري المصري محمود جاد. اتمنى لك التوفيق، وانا اثقلت عليك في هذا الحوار الممتد، ولكن كان لابد ان احنا نسمع شهادتك ورؤيتك في ظل عدم وجود رؤية يا كابتن حلمي. ربنا يخليك يا رب. تحت امرك يا استاذ عبد الناصر، وانت اخ عزيز وصديق عزيز ربنا يخليك كابتن، وبالتوفيق دايما، وان شاء الله يعني ربنا يتمم لك الموسم على خير ان استؤنف، لانك انت نقلت انبي نقله يعني زي ما بيقولوا بتوع السياسه ايديولوجيه من حته لحته تانية كبيره ان شاء الله باذن الله. كابتن تحياتي ليك يا كابتن، ربنا يخليك. تحياتي لمحمد وكل الاسره جميعا يا كابتن. الله يخليك، شكرا. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. ده انفرادي كان مع الكابتن حلمي لفتره ما اتكلمش، ومهم ان احنا في حاله الركود دي كل يوم يبقى معانا ليك. كان امبارح معانا الكابتن طلعت يوسف، النهارده كان معانا الكابتن حلمي طولان.